يستضيف اليوم الملعب البارد بسليمان مباراة النادي سليمان الريادي وضيفه النادي صفاقس الريادي في الجولة العاشرة من الدوري التونسي لكي تشاهد هذه المباراة مع الافضل في زر كل القناة وتابع معنا هذا الفيديو حتى النهاية سوف تلعب المباراة في تم الساعة الثانية ظهرا بتوقيت تونس والساعة الواحدة بتوقيت غرينيت وسوف تبدأ المباراة عبر قناة الوطنية اثنين والموقع ديوان الناقل الحصري والبث المباشر لهذه المباراه تجدون البث في صندوق الوصف عند انطلاق المباراه نتمنى لكم فرجه ممتعه لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناه وشاركونا اذا توقعاتكم المباراه من سوف يفوز الفريق النادي سليمان الرياضي المستمر اليوم او فريق النادي صفاقس الرياضي الطيف التقليدي اليوم